never.
معايا اخر يوم في ينابه. بقول لكم يا جماعه الفلوس دي كانت جامده جدا، احنا قضينا بالظبط يعني 9 ايام بس كانت عالميه، الجو كان حلو جدا. الجو دلوقتي بدا الهواء يشتغل شويه بس برضه الشمس حافظه على الاداء بتاعها زي ما انتم شايفين. اوكي بس برضه يعني لازم عشان الجو عالمي بصراحه. انا دلوقتي على الممشى اللي في عنابه اللي هو ناحيه مارينا، حتى لو في عنابه مارينا هي اوريدي بتتعمل تبع صويرس، هي لسه متخلصتش بس هي قربت، في جزء منها اتبنى بس انا بصراحه المره دي شكلي ما عرفتش ازورها، بس عايز اسيبكم تبقى المره الجايه عشان هي في جزء منها بس اتعمل انما الباقي لسه. سو اشوفكم بقى تاني تريبكي باي. المفروض نمشي النهارده يا جماعه بس الرحله بتاعتنا اتأجلت وبعتوا لنا اوريدي ان احنا في ريسكادول جديد، المفروض نسافر يوم الجمعه بدل يوم الخميس يعني. فاوكي احنا النهارده خلاص طالعين وادي على النصر، بعد كده بقى نطلع بكره بقى من لرناكا للمطار. حاجه لطيفه على فكره مش متضايق منها. اشوفكم بقى في لرناكا. الدنيا النهارده شكلها لطيفة. بابا يا جماعة